لطالما أكو شيء على الأرض دا يصير نعطي أمل للناس، فالإنسان أخطر شيء يفقد الأمل. إحنا كلنا علينا دورنا أنه نعمل حتى نعطي أمل. التحدي كبير وصعب، والحجم المهام كبيرة، وما يصير نقول اللي قبلنا ما سووا شيء ولا نتحجج. عليك أن تعمل، هذا الموجود، أنت جاي على هذا الواقع، عليك أن تعمل، تتقدم خطوة واحدة.